السلام عليكم، انا حسام هشام. كنا النهارده على الاوبونتو ازاي اعمل بوت وايه الفرق بين طريقة بوت المختلفة، وهنتكلمكم النهارده عن اشهر 10 تيرمينال اللي في قلب الاوبونتو او لينكس عموما. الطريقة المعروفة لتسطيب الاوبونتو ان انت بتنزل اسطوانة او ايزو وتحرقها على الاسطوانة او يو اس بي وتعمل منها بوت، وتبقى اشبه بتسطيب الويندوز بالظبط. بتختار عايز تحطها في انهي حتة، وعايز تقسم الهارد او تحطها جنب الويندوز. تتبع الخطوات، تختار اللغة والمساحة والمنطقة وتسطبه عادي وتسيبه خالص مكان تراستر. دي الطريقة التقليدية لتسطيب اي نسخة او اي نظام تشغيلي. في طرق تانية للخاف مثلا يسطب وانتو مثلا فرمات الهارد ولا حاجة. في حاجة اسمها فيرتشوال ماشين، دي انت بتاخد قسم كات الجهاز لجزئين، جزء للويندوز انت شغال بيه او الاوس انت شغال بيه، وجزء التاني بتستخدمه عشان تسطب اي نسخة انت عايزها زي لينكس مثلا او الاوبونتو. ده بيكون بيبطئ الجهاز شوية، بس لازم يكون كات الجهاز بتاعك عالي عشان تستخدمه. بس الناس يعني لو عايز تجرب حاجة او تعمل شروحات للفيديوهات وكده فبتستخدمه. وفي برنامج تاني الفيرتشوال بوكس، ده برضو زي الفي وير، في يعتبر سهل الاستخدام شوية، بس الفيرتشوال بوكس اسهل منه. في طبعا منه للأوبونتو والويندوز ونسخ كتير يعني، ده اسهل في الاستخدام من في رام. وفي طريقة تالتة اللي هي تسطيب من داخل الويندوز، دي بتنزل عبارة عن انت بتنزل برنامج صغير، هو بيعمل داونلود للأوبونتو، تختار عايز تسطب في انهي مساحة، هو يعمل له بوت وكل حاجة وما بياخدش وقت. دي يعتبر اسهل طريقة لتسطيب الأوبونتو للي خايف مثلا او مش عارف يتعامل ازاي فرمة الهارد، او بيخاف من مشاكل يعني بيبقى عايز حاجة امنة. ده بالنسبة لازاي تعمل بوت للأوبونتو. هنتكلم بقى عن اشهر التيرمينال الموجودة في قلب لينوكس. عشان تفتح القائمة ده التيرمينال، يا اما تكتب في داش تيرمينال اهي، يا اما بتدوس في الكيبورد كنترول الت تي والحقيقة فتحها لك. اشهر بقى التيرمينال، في تيرمينال اللي هو السودو اي بي تي جيت انستول، ده لو عايز تسطب برنامج مع النت ولا حاجة، بكتب اسم البرنامج بعد كلمة الرسول وهيسطبه ويقول لي اكتب الباسورد. لو عايز امسحه بقول له ريموف واكتب اسم البرنامج وهو على طول بيروح مسحه. ممكن طبعا لو عايز اعمل ابديت برضه نفس الحكاية، بس بقدر الرسول بكتب ابديت. وفي تريمينال تانية زي لو عايز اعمل شوت داون، مش عارف اعمل شوت داون منين، شوت داون بكتبها مسافة اتش كده لو عايز اعمل شوت داون. لو عايز اعمل ريستارت بقول ريستارت واروح داس انتر طبعا، بس طبعا مش هرستر. في حاجة اسمها دايركتي، المكان اللي موجود فيه الحاجة دوت. انا مثلا انا عايز اعرف دلوقتي انا موجود في انهي حتة في قلب الجهاز. في كوماند اسمه بي دبليو دي دوت، بيقول لك المسار اللي انت موجود فيه، دايركتري انت فيه. فدلوقتي موجود في قلب حسام، قلب هوم حسام عزام. طب انا عايز ارجع، في كوماند اسمه سي دي نقطتين باك سلاش، دوت بيروح راجع للمسار اللي قبليه على طول. كوماند عايز ارجع للمسار القديم خالص، تقول سي دي نقطتين تانيين واروح راجع كده، رجعت للمسار الاولاني خالص اللي فيه اصل التيرمينال. طب لو عايز في كوماند تاني اسمه ls، ده بيظهر لك المحتويات الموجوده في قلب الفولدر دوت المكان انت واقف فيه. فانا لو بصيت في قلب البارتيشن الاساسي اللي هو بارتيشن ويندوز بتاع لينكس، هلاقي كل الحاجات دي موجوده فيه فعلا، اللي هو هنا هلاقي فعلا اهي كل الحاجات اللي موجوده فيها اهي موجوده. وفي ls ده بيظهر لي الحاجات الموجودة والحاجات المخفية. طبعا في كوماند اسمه كلير زي في قلب الويندوز اسمه سي ال اس، ده بيمسح لي الشاشة. تمام. طب انا مثلا دلوقتي عايز اعمل فولدر،
اكريت فولدر، ففي ام كي داير دي بتكريت فولدر في المكان انت عايزه. بس اول نروح الماس عايزين نكريت في قلب الداونلودز، فاقول سي دي واكتب الدايركتري انا عايز اروحه، اقول هوم اسم اليوزر وبعد كده داونلودز كده. دلوقتي في قلب الايه، في قلب الفولدر بتاع الداونلودز. عايز اعمل بقى فولدر اسمه مثلا احمد، فاقول ام كي داير، اقول مثلا يعملوا فن مثلا، هلاقيه فعلا كريت لي فولدر اسمه فن. طب لو انا مثلا عايز ايه امسح الفولدر دوت اعمل ايه؟ في ار ام، بس ار ام ديت تبقى لايه، تبقى غالبا للملفات، ما ينفعش تمسح فولدرات. تمام. في كوماند تاني اسمه سي بي، دوت عباره ان هو بيعمل كوبي للملف. مثلا انا عايز اعمل كوبي من احمد دوت في قلب فن، فاقول سي بي واكتب اسم الفايل احمد تو جي بي جي التقريب ديت، واقول له احطه لي في قلب الداونلودز في قلب فن. نروح نبص هنلاقيه فعلا كررت لي بتاع اسمه فن. طب عايز بقى امسحه، احنا قلنا الار ام بتمسح ملفات بس. هروح الاول للدايركتري بتاعه هوم اسم اليوزر داونلودز فن كده تبقى فن. قول ار ام احمد دوت جي بي جي. فعلا مسح لي اللي الصوره. تمام. في كوماند تانيه، في كوماند كتير بس احنا هنتكلم على اشهرهم. في كوماند تالته تانيه اسمها مان. مان ديت لو انا مثلا مش عارف مثلا ار ام دي بتعمل ايه، فطبعا عامل زي هيلب، بكتبها مان واكتب ار ام بتعمل لي بتظهر لي كل الحاجات اللي موجوده في قلب الرام اسمه ده ار ام بتعمل ايه وشرح مبسط ليها وكده. نرجع للدايركتري الاساسي بتاع الداونلودز. الام في، الام في ديت بتعمل موف، كومنت بيعمل موف. احنا قلنا بتاع كوبي السي بي بيعمل كوبي، والام في بتعمل موف، بتعمل موف في نفس الوقت ممكن تعمل رينيم. يعني اقول له مثلا ام في عايز اسمي اغير اسم احمد، الصوره اللي اسمها احمد ديت اخليها حسام، اقول له ام في احمد دوت جي بي جي والاسم التاني اخليها حسام دوت جي بي جي. او فعلا غير لي اسمها وخليها حسام، وفي نفس الوقت ممكن ايه انقل الصوره من حته لحته تانيه. عايز مثلا الحسام دي احطها في قلب فن، فاقول له ام في حسام دوت جي بي جي واديها لي فين سلاش داونلودز حطها لي في فن. تمام. لو احنا بصينا في فن هنلاقي فعلا ايه موجوده. في في كوماندز كتير انت ممكن تسرش عليها على النت لو في حاجه مش عارفها وتجيبها على النت. وفي كوماند اخيره كمان النهارده اسمها ويجيت ديت، لو انت مش عندك داونلود مانجر في قلب الاوبنتو ولا حاجه
او مش عارف تعمل داونلود لحاجه، انت ممكن تكتب الكوماند دوت، بعد كده تكتب اللينك بتاع الحاجه اللي انت عايز تنزلها ويروح عامل لك داونلود من خلال التيرمينال دوت من غير ما تحتاج برنامج ولا اي حاجه. وبكده نكون شرحنا اهم الكوماند المفروض تعرفها لما تيجي تسطب لينكس ولا حاجه، عشان لو في حاجه صعبه عليك تبقى تعرف تسهل التعامل معاك. وكنا ازاي تعمل اوبونتو بالطرق المختلفه اللي سواء فيرجن ماشين او عايز تسطب من اسطوانة او فلاشة او تسطبه جنب ويندوز بطريقة سهلة وامنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.